انطلقت فعاليات مهرجان مولوديات البوغاس في دورته الثانية على إيقاعات فرقة عود الرمل، التي أمتعت الجمهور بأغاني طربية وأصوات متميزة. صراحة نحن سعداء بهذه المشاركة، وهدف الحقيقة هو اختيار تم عن تنقيح وانتقاء من طرف الإدارة الفنية، التي فعلا استطاعت أن توازن ما بين ما هو دولي وما هو وطني وما هو محلي. ثاني سنة كيشرفنا في مدينة طنجة، حيث هو أورغانيزي بواحد الطريقة جد رائعة، وكيحتفي به جميع الأسر الجميلة والملتزمة. في الحقيقة شرف المغرب صراحة، أتمنى يكون في أي مدينة في المغرب. نجمة السهرة الأولى كريمة السقلي سافرت بجمهور المهرجان إلى زمن الفن الأصيل، منشدة أجمل الأغاني وأرق الموشحات في حب الله ورسوله والقيم الإنسانية. رائع وجميل، ما عندي ما نقول، تبارك الله عليكم واستمرارية ناجحة.